ازاي اعمل استراتيجي. مرهان الموضوع بتاع ان انا اعمل استراتيجي ده طويل جدا جدا، وشرحناه قبل كده على فكره، وهتلاقيه فيديوهات قبل كده. لكن عشان اعمل استراتيجي في حته هنا مهمه جدا جدا محتاج اقولها على السؤال ده، اعمل استراتيجي لايه؟ انا دلوقتي محتاج اعمل استراتيجي لايه بالظبط؟ هل الاستراتيجي دي للماركتنج، ولا الكونتنت استراتيجي، ولا الميديا باينج استراتيجي او الادز استراتيجي، ولا الديجيتال ماركتنج استراتيجي؟ الاستراتيجي هنا لايه؟ تمام، لازم اكون فاهم كويس جدا جدا الاستراتيجي بتتكلم عن ايه. هل الاستراتيجي اللي انا هشتغلها دي تكون لحاجه معينه؟ طيب لو كونتنت استراتيجي، لو انا هشتغل على كونتنت استراتيجي دي برضه ليها فيديو على اليوتيوب اتكلمنا ودخلنا سيشن شرحناه قبل كده، او دخلنا ميتنج وشرحناه. الكونتنت استراتيجي لازم أنا اكون محدد اهداف معينه، تمام؟ يعني استراتيجيه المحتوى نفسها. اللي عاجبني بصراحه النهارده ان احنا اتكلمنا في مواضيع كتير مختلفه تماما عن بعضها، فدي حاجه كويسه يعني. تمام، طيب المحتوى، تمام المحتوى هنا لازم اولا عشان ابتدي اعمل استراتيجي المحتوى ايه الاهداف نفسها، تمام؟ غير الاوبجكتيف بتاعت الكونتنت نفسها او الاوبجكتيف بتاعت المحتوى، ايه القنوات اللي هشتغل عليها، تمام؟ غير الاهداف بقى، القنوات اللي هشتغل عليها، العملاء اللي هستهدفها، تمام؟ الكي بي ايز بقى اللي هبني عليها ده، تمام؟ الكي بي ايز نفسها اللي هو ايه؟ انا دلوقتي المفروض هشتغل على عدد معين من العملاء، طب العدد دول انا محتاج اوصل لقد ايه؟ تمام. طيب الكونتنت بقى، انا بنيت الكلام ده، طب الكونتنت ديستريبيوشنز نفسها ايه؟ يعني انا دلوقتي القنوات دي انا هستهدفها. التوزيع بقى، والله انا هشتغل كونتنت فيديوز وهاخد منها شورتز، والشورتز دي هحطها على تيك توك، واخد الحاجات بتاعت التيك توك ابتدي انزلها على الويب سايت كسلايدز لوحدها. هنا بقى الاستراتيجي اللي انت الديستريبيوشنز هنا بقى ايه؟ توزيع المحتوى نفسه هيبقى ماشي ازاي؟ تمام، توزيع المحتوى، تمام. طيب بعد ما حطيت توزيع المحتوى والكلام ده كله، الاسكادول بقى، عدد الايام، تمام، والبوبلش نفسه هيبقى ايه؟ ايه بالظبط انا ببلش على عدد قد ايه؟ عدد الايام والمحتوى نفسه كبلان، تمام، كبلان هتمشي ازاي؟ تمام. طب ايه تاني ممكن يتحط غير الكلام ده كله؟ الهاشتاجات طبعا لو انا بشتغل على سوشيال ميديا. ايه تاني؟ قلنا العميل نفسه والبيرسونا بتاعت الكلاينت نفسها. في بقى حاجات تانية، او في حاجات تانية على حسب الاستراتيجي نفسها الاوبجكتيف بتاعتها ايه، بيبني اجزاء تانية. طبعا قلنا البيرسونا، قلنا الهاشتاجز، وقلنا طبعا الكيوردز، تمام، الكلمات اللي هستهدفها، تمام، الكلمات اللي هستهدفها، ايه الكلمات اللي انا هحطها جوه الكونتنت نفسه علشان الناس بتعمل سيرش على الكلمات دي. طيب ايه تاني؟ خلاص انا حطيت الكيوردز، حطيت البيرسونا، حطيت الاجزاء بتاعتي، تمام. ايه بقى الاجزاء اللي انا محتاج اتارجت بيها العملاء، محتاج احطها على حسب الاودينس نفسهم. طيب ايه مثلا، ايه الاهداف بتاعه الكونتنت نفسها؟ اولا انا محتاج اعمل اويرنس، انا دلوقتي عندي منتج، تمام، والمنتج ده محتاج اعمل عنه اويرنس، الناس تكون عارفه المنتج ده. طب الاويرنس دي محتاج اوصلها لعدد قد ايه من الناس؟ يعني انا عدد قد ايه من الناس انا محتاج اوصل له المحتوى ده؟ والله انا المفروض البوتنشال كل الناس المهتميه بالمنتج ده ليهم عدد معين على البيج عندي، فانا محتاج اوصل لكام عدد من الناس علشان احط لهم الاورنس دي؟ لا والله انا عندي مشكله ان كل الناس بتقول ان انا كنت ببيع حلويات مثلا في رمضان، فاحنا خارجين من رمضان كل الناس بتقول ان هي الحلويات بتاعتي مش كويسه. حلو، بعد رمضان هننزل بكامبينز وكونتنت بلان بتتكلم عن جودة الكلاس، عن جودة جودة الحلويات بتاعتنا، والحلويات بتاعتنا دي المفروض ان هي احسن حاجة، ونجيب ناس اشترت مننا في رمضان وتقول والله انا رمضان ده جربت من عنده وده كان احسن حاجة. فهنا انا حطيت اوبجيكتيف معينة، تمام،
شلت فكره معينه من عند الناس او اضفت فيها فكره معينه. طيب غير الاورنس انا ممكن غير او غير البراند اورنس انا ممكن اشتغل على اوبجكتيف مختلف، ممكن اقعد اشتغل على اوبجكتيف مختلفه زي الانجيجمنت نفسها، ان انا اعلي الريت بتاع الانجيجمنت بتاع الاكونتس عندي زي مثلا بالظبط ان انا اعلي نسبه الداونلود مثلا الداونلودز بتاعت الكتب مثلا، ممكن ان انا اعمل كونتنت يكون الاوبجكتيف بتاعته كلها ان هو يجيب الناس على الويب سايت، يا جماعه الكونتنت او البرودكتس بتاعتنا عليها خصم 20% لما تشتري من خلال الويب سايت، فيروح الناس على الويب سايت وده يبقى كول تو اكشن لكل الشهر كله. تمام، الكامبينز بتاعتنا ان احنا نازلين بكامبين في عيد الام، فحلو جدا، يبقى الكامبين كلها بتتكلم عن ان احنا منتجاتنا بتسبورت المرأة وما الى ذلك. تمام، على حسب ايه الكونتنت نفسه، على حسب طبيعة الناس، على حسب طبيعة سوري الاودينس بتاعتكم محتاجين توصلهم ايه.